مشاهدينا الكرام، مساءكم سعيد ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي على قناتكم أطلس ميديا. أسرة القناة ترحب بكم ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع الفقرات التي نقدمها لكم. فقراتنا لليوم كالتالي: الفقرة الأولى وهي حول الندوة التي نظمتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تعالج هذه الندوة علاقات الأجيال المغاربة في المهجر. والفقرة الثانية وهي جولة في معرض العرس المغربي بأمستردام، فرجة ممتعة نتمناها لكم. نظمت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج واحد الندوة حول علاقات الأجيال المغاربة بالمهجر. هذه العلاقات اللي أصبحت كتطرح مجموعة من الإشكالات واللي أثارت جدل كبير من طرف الباحثين واللي كيهتموا بالهجرة والمهاجرين. الباحثون أكدوا على أن علاقة الأجيال المغاربة كتحددها حمولة أو بالأحرى موروثات ثقيلة اللي نقلها الجيل الأول منذ البداية ديال الستينات، وهاد الموروثات كتحمل في الطيات ديالها التاريخ والدين والعادات والتقاليد. هاد الموروثات لعبت دور أساسي في التربية ديال الأبناء ديال المهاجرين. الجيل الأول ظل متثبت بهاد الحمولة الثقافية، وهذا اللي خلاه ما كينفتحش على الغير، خصوصا الى عرفنا ان الاغلبيه ديال هذا الجيل هم اناس اميون ما كيعرفوش القراءه ولا الكتابه. هذه العوامل كلها جعلت الاجيال اللاحقه كتلقى تربيه تقليديه واللي كيحكمها كل هذه الموروثات اللي ذكرنا في السابق، واللي كتنتقل من طرف الام والاب للابناء ديالهم، واللي كيتم ترسيخ ديالها في العقليه ديال الابناء ديالهم. طبعا هذا إشكال، كون هؤلاء الأبناء كيصطدموا بتناقضات واللي كتمثل في ثقافة تقليدية من لغة ودين وعادات وتقاليد. المجتمع الغربي عنده مقومات أخرى هي غير مقومات اللي انشأ فيها الأب أو الأم. هناك تكمن صعوبة الاندماج ديالهم والتأقلم ديالهم مع هذه المقومات الجديدة الغربية. الباحثون ركزوا على هذه التناقضات ودقوا ناقوس الخطر فيما يخص العلاقة بين الأجيال، وأوصوا بالبحث عن السبل الجديدة اللي تجعل هذه العلاقة بين الأجيال كتحكمها روابط أساسية اللي كتساهم في الاندماج ديال هذه الأجيال في المجتمعات الغربية فين هما عايشين، مع الحفاظ طبعا على الهوية المغربية. فهذه الندوة واللي كانت منظمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، واللي كانت بالضبط بالمدينة ديال الرباط، حضر فيها طاقم من قناة أطلس ميديا وجرى بعض الاستجوابات اللي كتدور حول هذه الندوة. أولا نشكركم على الاستضافة وعلى المشاركة ديالكم لتتبع هذا اللقاء الدولي حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الأجيال بالنسبة للمغاربة في المهجر. طبيعة الحال هذه العلاقات بين الأجيال عندها بحال اللي قلتوا حمولة. هناك قضية نقل المعرفة، نقل الثقافة، نقل يعني العادات، التاريخ، الحضارة إلى آخره. هذا النقل هذا ملي كنعيشوا في المغرب كنعيشوا بطريقه مغايره ملي كنكونوا في الخارج، لان في الخارج كاين هناك محيط مغاير، هناك تاثيرات خارجيه، تاثيرات ديال المدرسه، تاثيرات ديال المجتمع اللي هو ديال الاقامه. فبالتالي هذه العلاقه هذه كيمكن يكون فيها واحد الانكسار، نظرا لان القوانين التي تنظم العلاقه ما بين الاباء والابناء الى اخره هي مغايره لما هو حاصل هنا.
كذلك متناقضة أحيانا. كذلك العلاقات داخل الأسرة، داخل الأسرة هي واحد العلاقات اللي كيتحكم فيها العامل الخارجي أكثر من العامل الداخلي ديال الأسرة. تفكك ديال الأسرة اللي كتعرفوا الأسرة في الدول الإقامة هو كيمس كذلك العائلات اللي هما في الهجرة. فبالتالي حنا هذا اللقاء هذا عملناه من أجل يعني إعطاء الفرصة للباحثين وللمجتمع المدني وللجميع الهيئات التي تهتم بقضايا الهجرة أن هذا الموضوع هذا هو موضوع حساس، موضوع أساسي، لأنه هو موضوع اللي يحط بواحد الشكل يعني موضوعي المشاكل اللي هي كنت تطرح للمغاربة المقيمين في الخارج، ولا هذه المسألة ديال النقل الثقافة والنقل المعرفة إلى آخره. بالنسبة لنا إشكالية الرابط راه ماشي غير العلاقة، العلاقة كيمكن لها تكون سطحية، العلاقة ما بين الأجيال كيمكن لها تكون سطحية، أما الرابط كيجمع ما بين الأسر وكيجمع ما بين المهاجر والبلد الاصل، يعني هذاك اللي ديال الهويه ديالنا المغربيه راه هذاك هو العامل. هذه الاشكاليه اللي كنطرحوا اليوم كطرح عنا مشكل ديال الارث، مشكل التواصل، ومشكل شنو هاد الناس من الجيل الاول عطاو لهاد الوليدات هادو فيما يخص الهويه، فيما يخص الثقافه، فيما يخص اللغه، وفيما يخص الدين. هاد كله شنو هي هاد الناس هادو المساكن؟ واش تعطاتهم الفرصه باش يديروا هاد العمل هذا في دول المهجر؟ لا، كان جوج العوامل اللي كانت كتعارض هذه الاشكاليه. اولا المهاجر شنو كنا كنطلبوا منه؟ يعطينا يعني فرصه ديالو فقط، ما كناش ما لا 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 ما لم يكن هناك احترام لا للهويه ديالو ولا للثقافه ديالو ولا للدين ديالو ولا لغير ذلك. كنا محتاج من بيد عامله فقط، والاشياء الاخرى ما كانش عندنا كاع ما نشوفوا ولا ندخلوا فيها. الهجره تبدلت، بقت هجره اسرويه ولا تجمع. اذا زادوا الوليدات في الهجر، هاد الوليدات كيوقع عليهم واحد الضغط من بلد الاقامه اللي حتى هو البلاد ديالهم، وبحكم على انني من زيود في هولندا او في بلجيكا او فرنسا ومن اصل مسلم ولا مغاربي ولا هادي، كيخص هاد البلد ديالي يعطيني حتى انا الفساح، يعني فاش يمكن لي نلقى راحتي. ماشي يقول لي لا انت دابا تزايدتي في فرنسا ايوا ندير عليك داكشي اللي كنديروا مع الفرنسيس كامل. ايوا لا سيدي، هذاك الشيء اللي كناكل في الدار، التغذيه ماشي غير سكسو، لا، ثقافه الهويه، التربيه، داك الشيء كله ما يمكنناش نقولوا راه ما موجودش، ما كاينش. علاش كنقولوا ان ما يحكم الرابط هي علاقه ما كيبطاش انسان هكذاك. حنا تربينا نصلي وما كانوش كيقبطونا في الدار كيقول لك جلس غادي تصلي، لا، كتشوفوا كيف كيصلي وكدير، كتشوفهم كيفاش كياكلوا وكدير وغير ذلك. حنا كنقولوا على ان دول الاقامه لابد ان تاخذ بعين الاعتبار هذه الاشكاليه. هذا المواطن من الجيل الثاني والثالث وهذا تبارك الله الشباب اللي طالعين، راه الا كان مرتاح مع الهويه ديالو، مع احترام ثقافه الاب واحترام تاريخ واحترام المسار ديال الابوه ديالهم، يقدر يكون مواطن مرتاح وتستافد منه، كيسهل الاندماج وتستافد منه حتى هذاك البلد اللي تزاد فيه. ولا ما كانش هاد العوامل هادو، احنا كنلقاو صراعات ونلقاو اشكاليات، ونقولوا ولاد المهاجر ما مربينش، ونقولوا هادي ولا هادي ولا. لا سيدي، اعطوا الفرص للاسر، اعطوا الفرص للاباء والامهات باش يرتاحوا. السكن لائق، احترام الهويه، احترام المبادئ، الاعتراف بالحقوق، ياك هادشي كله، هادشي كله كيناثر الانسان. الا مرتاح في دارو عنده معترف بها، اعترفوا بها. هاد الوليدات عنو الى با تزاد في واحد البلاد ما يمكنلكش تقول له لا صافي قطع، لا لا يمكن. هاد الصله وهاد الرابط غادي يبقى حتى النهار يدي حتى احترام اللغه، احترام اللغه اساسي. اذا ها علاش، اذا حنا في بدايه مسار وفي بدايه اشكاليه ما كناش كنطرحوها لا هنا ولا في ديال الاقامه. شنو كان المهاجر عندنا؟ كتبقى يد عامله والدخل وعدم الدخل وصافي. لا سيدي، دابا اشكاليه كيخصنا نعرفوا على ان الناس هادو عندهم اشكاليات فيما يخص الثقافه، فيما يخص التربيه وغير ذلك من الامور، واصبحوا مواطنين وخص يعترف بهم. هاد الامور اللي خصنا نركزوا عليها، ونتمنى الله تعالى في الخير، غادي يكون غير خير ان شاء الله الرحمن. شكرا لك. انا مغربيه مهاجره خدامه في فرنسا في وزاره الداخليه في باريس، ونحضر دكتوراه في سوسيولوجي.
تلاقينا اليوم في هذه المناسبة المهمة باش نتكلموا على المواضيع الخاصة بالمهاجرين المغربيين اللي عايشين في الخارج في فرنسا والمواطنين اللي عايشين هنا في المغرب. وتكلمت اليوم في هذه المناسبة على العلاقات بين الأم مهاجرة مغربية وبناتها، وسألت كيفاش الأم توصل وتعلم لبنتها التقاليد المغربيين في فرنسا، توصل واخا ليكزيل واخا البعد. وحنا بصفتي ومع المجموعه اللي جات معايا من هولندا عرضنا واحد الفيلم شريط وثائقي اللي كيعبر وكيتطرق للحياه ديال الجاليه المغربيه من الجيل الاول حتى الجيل الثالث، كيف عاشوا، كيف خرجوا من المغرب، وعلاش خرجوا، واش من الهدف اللي جرتهم حتى خرجوا خلاو بلاد موراهم المغرب ومشاو يبحثوا على حياة أفضل. هذا الفيلم عبر على هذه المجموعة هذه، وعبر حتى على الجيل الثاني والثالث كيف دوزوا الحياة ديالهم مع الأباء ديالهم اللي كانوا فرقوهم سنوات، لأن احنا كنعرفوا كلنا أغلبية من الجالية المغربية اللي خرجت للخارج خرجوا الرجال الأولين، وكلهم الأغلبية كانوا مزوجين خلاو وليداتهم مع أمهم وواحد المدة طويلة، وكانوا الأولاد يعيشوا غير مع أمهم. الأم اللي كانت خذت الدور ديال الرجل ودور ديال المرأة في نفس الوقت، وحنا حاولنا ما أمكن باش نعرفوا لا الجالية المغربية ولا الإخوان المغاربة في الداخل ولا الأوروبيين هولندا بصفة خاصة على الحياة اللي عاشوها هذه المجموعة، وخاصة الجيل الأول اللي عاشوها في هولندا، وكيف ضحوا وباش يبنيوا مستقبل أولادهم والارتباط مع الوطن ديالهم مع المغرب. وهذا الفيلم هذا الشريط خذا واحد الصدى كبير في هولندا هذه عامين من اللي درناه. وفي هذا اللقاء شفت واحد العدد ديال التعليقات وديال الشكر من طرف الإخوان اللي حضروا هذه الندوة هذه وشافوا هذا الفيلم. نطلبوا الله إن شاء الله راه وصلنا الرسالة ديالنا باش نبينوا للناس في المغرب ولا هولندا بأن المغاربة ذو علاقة ذو تاريخ ذو تقاليد وكيحبوا الوطن. السلام عليكم. بالنسبة للعرض ديالي كان كيتعلق بالتضامن ما بين الأجيال، يعني التضامن. مشاهدي الكرام، مساءكم سعيد ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي على قناتكم أطلس ميديا. وصلت القناة ترحب بكم ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع الفقرات التي نقدمها لكم. فقرتنا لليوم كالتالي: الفقرة الأولى وهي حول الندوة التي نظمتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تعالج هذه الندوة علاقة الأجيال المغاربة في المهجر. والفقرة الثانية وهي جولة في معرض العرس المغربي بأمستردام، فرجة ممتعة نتمناها لكم. نظمت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج واحد من